رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. تنرحب بالجميع وكل اوفيانا الكرام اللي كيتابعونا دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لك. احوال طيبه على خير؟ الحمد لله. كيف راك مع الاجواء المتقلبه؟ الحمد لله كلشي بخير. شكرا بخير. استاذ سعيد، غادي نواصلوا حديثنا على إهمال الأسرة. نعم. تعرفنا على شنو هو إهمال الأسرة قانونيا. نعم. وشكون هما الناس اللي يتابعون. نعم. في إطار إهمال الأسرة. نعم. اليوم بغينا نعرفوا شنو هي المسطرة شنو المسطرة المتبعة قانونيا. إنسان ملي كيوقع في إشكال من الإشكالات اللي احنا طرحناها وسبق وطرحناها. نعم. شنو هي المسطرة القانونية اللي يقدر يدير في هذا الباب؟ نعم، بالفعل هو المسطرة تختلف حسب الموضوع ديال الطلب ديال الإهمال، لأن كنا تكلمنا سابقا وذكر دائما هناك الإهمال المالي، الإهمال المادي وإهمال المعنوي. فخاصة أنه بالنسبة للإهمال المالي هو الشائع بين قوسين بين الناس، وخاصة بين مجموعة من المتقاضين، أنه هو الوحيد اللي ممكن أنه يتقدموا بشكاية من أجل إهمال الأسرة. لكن قبل تقديم هذه الشكاية دائما انه من طبيعه الحال انه يتقدم بدعوى ديال النفقه، خاصه الزوجه التي تم الامساك النفقه عنها، وكذلك الاولاد او بصفتها الشخصيه ونيابه عن الاولاد، او بصفتها الشخصيه لوحدها باعتبار اذا ما كانوش اولاد. فكتقدم دعوى، اما انها هذه الدعوى او بواسطه مقال من طبيعه الحال، اما موقع من طرف محامي اي بواسطه محامي، او بصفه شخصيه باعتبار ان القانون يعطيها الحق انها تقدم صفه شخصيه بهذه الدعوى هذه. وبعد حصول مجموعة من الإجراءات كيصدر الحكم ديال النفقة بعد استدعاء ديال الزوج ديالها والإجابة دياله والدفعات التي يقدمها. وغالبا أنه إذا لم يتبع أنه يؤدي النفقة يصدر حكم إما بالأداء أو بأداء اليمين في حالة أنه وقع نوع من الشك أو الريب في فترة معينة أو غير ذلك، فيتم إما أداء اليمين من طرف الزوجة إذا كانت خارج البيت. القاعدة القانونية القول قولها بيمينها مع من غير الحواز، بطبيعة الحال كتكون خارجة من البيت الزوجية، أو القول قوله بيمينه مع الحواز إذا كانت معه في بيت الزوجية. بعد صدور هذا الحكم هذا وتبليغه للزوج وإعطاء مهلة من أجل التنفيذ وامتناعه عن التنفيذ، من طبيعة الحال أنه يتم تحرير محضر من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز من طرف المفوض القضائي الذي باشر الإجراءات ديال التنفيذ. هنا ممكن أنها الزوجة تتقدم بشكاية السيد وكيل الملك من أجل إهمال الأسرة طبق المقتضيات المادة 480 من القانون الجنائي اللي غنتكلموا عليه غدا إن شاء الله بالتفصيل. هنا كتقدم شكاية، السيد وكيل الملك يحيل الملف على الضابط القضائية باش تقوم باستدعاء الزوج وتعذره، تعطي واحد الإنذار، تستمع له في محضر القانون طبيعة الحال على الأسباب التي دعته أن لا يقوم بأداء النفقة في وقتها. وهنا كيتم إرجاع الملف للسيد وكيل الملك مع إعذاره لمدة 15 يوم. في حالة أنه قام بالأداء في حالة 15 يوم فإنه يتم متابعة ديالو، ولكن في حالة صراح ولا يتم المتابعة ديالو في حالة اعتقال. لكن إذا امتنع عن الأداء يتم متابعة ديالو في حالة اعتقال وإحالته على الجلسة، وحتى أنه إذا تم الإحالة ديالو على الجلسة وقام بالأداء فيتم متابعة ديالو في حالة صراح. لكن مرة ثانية أنه إذا تقدمت في المرة الوحيدة كانت ما يسمى بالعود، أنه رجع تاني وتم تقدمت بشكاية أخرى وهذا فيتم الحبس بصفة ضمنية باعتبار أنه لم يؤدي في الفترة السابقة. فهذه المسطرة التي يمكن تسلكها الزوجة نيابة عن أولادها وهي شخصيا من أجل الحصول على النفقة. كذلك بالنسبة للأب اللي قلنا لأنه أسباب النفقة كما أذكر دائما هي الزوجية أو القرابة أو الالتزام، فكذلك الملزم بأداء النفقة أو ملزم له طبيعة الحال المستفيد من هذا الالتزام، إذا لم يتم الملزم بأداء النفقة في وقته ممكن هو يتقدم بشكاية لإهمال الأسرة. كذلك الأب الأصول، أب أو الأم الأصول، كذلك ممكن يتقدموا كذلك بشكاية من أجل إهمال الأسرة، يعني الأطراف كلها. كذلك في حالة أخرى ديال إهمال الأسرة طبيعة الحال مغادرة الزوج، لا يتم فقط تقديم دعوى بالنفقة مثلا، ولكن فقط شكاية السيد وكيل الملك الذي يقوم ب القيام بالإجراءات القانونية من أجل متابعة الشخص إذا ثبت فعلا أنه غادر مثلا بيت الزوجة بدون عذر مقبول، أو الزوجة التي قامت بمغادرة الزوجة بيت الزوجة بدون عذر مقبول وهناك أطفال، أو الزوج الذي غادر بيت الزوجة وزوجته حامل أو يعلم أنه حامل. وهنا وسائل الإثبات تكون وسائل عامة باعتبار أن أي وسيلة ممكن تسجل بها هذه الواقع ممكن أن السيد وكيل الملك يأخذ بها.
كذلك بالنسبة للالتزام يعني المعنوي، إذا مثلا ثبت بأنه الزوج يعطي قدوة سيئة للأطفال، أو أنه مثلا يعني هناك نوع من الضرر الذي يحدثه الزوج بفعله أو بعدم إشرافه أو التنازع عن التزامات دياله الأبوية أو السلطة الأبوية، ممكن يعرض أطفال لمجموعة من الأضرار النفسية العاطفية الجسدية إلى غير ذلك أو الاجتماعية. هنا ممكن كذلك يتم متابعته مباشرة من طرف سيد وكيل الملك. إذن هذه هما المساطر التي يمكن أن يتقدم بها يعني المستفيد بين قوسين أو المتضرر من 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 يعني العدم القيام بالتزامات أو الوفاء بالتزامات من الطرف الآخر، إما الزوج إما الزوجة. قلنا كذلك وإن كان هذه يعني كنا ضحكنا كثير أن الزوجة التي تلتزم كذلك بالنفقة وفي حالة عدم أداء النفقة في داخل الأجل باعتبار أن زوجها معسر بين قوسين وغير ذلك، هنا ممكن. ولكن ما ثبت أن الزوج تقدم بشكاية من أجل إهمال الأسرة باعتبار زوجته لم، حتى أنني البارح في حواري مع مجموعة من الأصدقاء عبر يعني صفحات الفيسبوك أنه اعترضوا على هذه المسألة وقالوا لا يمكن، لأنه الشرع الإسلامي يعطي الحق أو يلزم الزوج بأنه هو الذي ينفق. كذلك في إطار الأعراف والتقاليد المغربية أن الزوج هو الذي ينفق، ولكن مدونة الأسرة تقول غير ذلك باعتبار أنه إذا ثبت الزوج بأنه معسر عاطل بين قوسين يعني ربما أن الهدف هو البحث عن منفذ باش يمكن نحميو الأسرة، لأنه كاين وليدات يعني الزوج إلا معسر وما عندوش ممكنش نخليو دوك وليدات يحتاجوا الجوع. الصندوق الآن إذن كتكون فرصة أنه ديك الأم مثلا إلا كان عندها خدامة إلى غير ذلك أنها تقوم هذا المقام في انتظار أنه الزوج، وديك كتكون يعني واحد النوع من التضامن بين قوسين لأنهم هذوك ولادي ولادي أنا ولادك أنت، فكيكون نوع من التضامن. حتى أنه كنا تكلمنا على السيدة اللي كانت طلبات استفسار بين قوسين كيف زوجها يأخذ لها الأجرة ديالها، وكنت قلت لها إغراق، وإن كان البعض قال كيف يتم إغراق دونك هذه الأجرة، فهو نوع من التعاون اللي كيكون إيه كتكون القاعدة العامة، ولكن الإلزام فرض عليه فرض عليه فانه يعني شيء مرفوض بطبيعه الحال. اكيد. اذا استاذ سعيد غتكون مازال فرصه باش نتكلموا على العقوبه، لانه مساله فيها عقوبه حبسيه وفيها غرامه ايضا. نعم. في حاله اذا ما ثبت الاخلال في ذلك. نعم. وفي حاله العوده ايضا. اذا نعم. المساله راه ماشي تلاعب، المساله راه عندها اطار قانوني كيقدر يؤدي بالانسان حتى العقوبه سالبه للحريه في اطار التماطل بطبيعه الحال. نعم. فغتكون فرصه باش نزيدوا نفصلوا في هذه المساله ونزيدوا نقربوا الناس اكثر منها، ونتمنوا ان الاسر المغربيه ما لقاوش باقي فيها شي اسره مهمله، لانه للاسف راه ماشي كتهمل أسرتك أو كتنتقم من أسرتك، ولكن كتهمل نفسك وكتنتقم من نفسك، لأن دوك الوليدات راه منك وليك فيما ربيتيهم، كما غادي يرجع لك يعني كما غيكون من بعد كما زرعتي كما غتحصد من بعد. فهو غير واحد إشارة بسيطة جدا للسكينة قبل ما ندوزوا الأسئلة، هو أنه أنا أوصي ونفسي وكذلك جميع المستمعين اللي كيستمعوا لي الآن أنهم ما تعتبرش الأولاد كوسيلة للضغط على الزوج أو الزوجة في حالة وقوع طلاق، لأنه السيد هشام أعتقد اللي كان عيط من طنجة أنه كان تكلم على هذه المسألة هذه، أن الزوجة تريد أن تضغط عليه بطريقة أخرى رغم أنه يوفر الأبناء دياله يعني الإمكانيات كلها المادية من أجل واحد العيش قدر الله عز وجل لم نلتقي حصلت مجموعة مشاكل، ما خليش ولادنا يكونوا ضحية على الأقل، على الأقل نكون نعيش الأطفال يعني ربما أنه قد أعيد حياتي من جديد ونزوج أنا وندير وليدات أو هي تتزوج وندير وليدات، ولكن هذوك ما يضيعوش هنا قدر الله عز وجل أن الله تعالى رزقهم لنا والأولاد عطاء من الله سبحانه وتعالى، عطاهم من الله تعالى، فعلى الأقل ما نستعملوش كسلاح من أجل الضغط في واحد الاتجاه معين، لأنهم بعد اللي غادي يؤدي الثمن هم الأطفال ومشي أنا ومشي هي. نعم. والعلاقة الزوجية فهي بين زوج، إلا ما تفقوش كتبقى العلاقة الأبوية كيخصب. نعم. قد تقدير والاحترام. نعم. في وجه الوليدات ماشي في وجه شي حد أخر. نعم. مصالك وكتعدنا التقاف يعني نوعا ما من ما كنبغيوش نستندوا لهذه المسائل هذه، ولكن الثقافه الغربيه فيها كثير من الاشياء اللي ربما الا تبعناها شي شويه غنكونوا مرتاحين، يعني حتى وان تفرقوا الاباء كيبقى واحد الاحترام واحد التقدير ما بين الزوج والزوجه. حنا للاسف الا ما تفرقوش بالمدابزه وبالمعايره ما كيتسماش بالنسبه لينا فرق للاسف. نتمنوا اننا نرقوا اكثر بنفوسنا وما نبقاوش حصرينها. انا فعلا كنت حيت خاصم ثانويه كنت طلقنا صافي عليا وعلى اعدائي فعلاً. في الوقت اللي كاين الوليدات انا كنت عشت تجربه معينه في, 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 في بلاد المهجر في واحد المنطقه معينه بلا ما نذكر، وكنت يعني استغربت لواحد العلاقه غريبه جدا وين كانت في الشرع الاسلامي غير قائمه، ولكن على الاقل ان الزوج يعني او المطلق انه كيجي كياخذ بنته من الدار، شكون اللي كيخرجها ليه؟ كيخرج ليه الزوج الجديد ديال الزوجه ديالو، كيخرجها ليه وتعطيه الحريه انه يجلس مع بنته في واحد الفضاء معين تيبقى معها وتيخرج يخلي ليها
هذاك بحال نوع من العائله. حتى ديك البنت ما كتحش باقا صغيره عندها 5 سنوات في ذاك الوقت ما كتحش بانه كاين واحد هذا كتعتبره باباها وهذاك باباها وكتعيشوا واحد الحياه نفسيه طبيعيه جدا. بطبيعه الحال كاين في القانون او في الشرع الاسلامي محاذير معينه ما كاينش خلي زوج جديد يدخل البيت بطبيعه الحال، ولكن على الاقل نخلي لي واحد الفضاء معين نعطي ليه البنت تمشي معاه او انني نوفر لي هذاك هذاك الجو المعين باش نلتقي بالبنت ديالو، ماشي لا تزوج خصني يمنعها ويقول لا ولا شي مصدعنا ولا فكيقعوا مجموعه حنا امه الرحمه نكونوا رحماء بعضنا ونمشيو على بركه الله نجاوبوا على اسئلتكم، ولكن مباشره بعد الفاصل اعلان القصير. لالا مولاتي واتاي سباك يقدموا لكم يوميا على 11 لاروب شهيوات متنوعه. اتاي 4011 الحقيقي هو اتاي سبا وبوحدو سبا. صباح الخير جارتي عزيزه. صباح الخير لالا شامه. دخلي دخلي جيتي في وقتك، لقيتيني نيت كنقلب على الوناسه. انت مازال كتقلبي على الوناسه؟ ديري اذاعه ميد راديو تونسي مع برنامج لالا مولاتي. لالا مولاتي هي برنامج المراه والاسره. وامتى؟ كل صباح يوميا من 2 للخميس من 10 ل 12. اش منك يا لالا من نصائح تجميليه ومنزليه واسريه وشهيوات، ويوميا تعرف على حدات المغربيات من طنجه للقويره ومن كل جهات. ايوا عليا برنامج لالا مولاتي. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. كلام طيب فضاء للحوار للنقاش والفضفضة حول مختلف القضايا الاجتماعية النفسية والدينية. كلام طيب يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 إلى 11:30 ليلا على ميد راديو لإذاعة القريبة منكم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه حسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. غادي نوصلوا دائما الاجابه عليكم على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليوا فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 5080، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيس بوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذ معنا اول سؤال استاذ سعيد كيقول السلام عليكم، الله يجازيك بالخير، الا ممكن تسولي لي الدكتور، حنا عائله ومربين معنا ابن الخاله وكل شيء كيعاملوا يعني بحال الاخ ديالنا بحال خونا، وهو اصلا الاخ ديالنا كيعيط لبابا من بابا والماما ماما، مي في الوراق سميت ماماه مختلفه. بغيت غير نسول امتى نقولوا ليك امتى نقولوا ليه ربما الحقيقه وكيفاش نوصلوها ليه بلا ما يتاثر في الوقيته اللي هو متعلق بالام ديالنا وبالاب وحنا كذلك. هنا ربما السؤال يعني الاطار القانوني وقتاش كيخصهم، هي ماشي اطار قانوني، هي اطار نفسي ولكن الاطار حتى القانوني يعني وقتاش القانون ربما كيفرض انه تكون واحد المصارحه ربما أو هو القانون لا يفرض يعني في حقها. كانت تكون معنا منى الصباحي كان نجاوبنا على هذا السؤال، نحاول نحل على السؤال ان شاء الله. ولكن اقول انه انا من خلال دراسات معينه كنت قريتها في هذا الاطار هذا، وانه ما فيها باس انه يتهيئ من مده يعني يعني مبكرة بين قوسين 12 سنة أو 14 سنة مثلا، في هذه الفترة اللي كيكون أنه يعي يعني التمييز يعني مرحلة التمييز هي 12 سنة، فهذه المرحلة هذه هي حساسة في حياة الإنسان بطبيعة الحال، فكيتم يعني تهيئه بواحد طريقة وبأخرى، خاصة إذا كان مثلا يعني هي كنا دابا الخالة ديالنا يعني معروفين الوالدين ديالو، ممكن أنه تبقى واحد الزيارة يعني منتظمة للعائلة ديالو باش يحس بأنه كاين واحد رابط عائلي مع عائلة أخرى، وبالتالي أنه هذه العائلة هي تستضيفه بين قوسين يعني في إطار الكفالة لأسباب معينة بطبيعة الحال لا يعرفها هو ولكن هم يعرفونها، وبالتالي انه على الاقل هذا كيكون واحد التهيئ نفسي مستقبلا ملي غادي تكبر ان شاء الله تعالى
ملي غادي يكبر غادي يعرف بانه راه فعلا انه ماشي ابن ديال هذه العائله، ولكن هو مربى من طرف هذه العائله ومكفول في هذا اطار هذه العائله، وانه تلقى الحب والعطف والحنان يعني الذي يعطى للاطفال عموما. ولكن راه عنده واحد العائله اللي من بيولوجيه بين حتى المصطلح البيولوجي كيكون شويه وليس على كل شيء كل شيء على التربيه يعني الانسان يتطبع بداك الشخص اللي كيربي. حتى المثل المغربي كيقول لك الام ماشي هي اللي كتولد ولكن الام هي اللي كتربي فعلا لانه كيكتسب كل المهارات وكل يعني التربيه التي يعني كتعطيها لي هذيك السيده من طبيعه الحال. فقلت انا هذا النوع خاصه ملي يعني بعض المرات يعني الطفل ما بالك انه بين الام والاب ملي كيوصل ل 15 سنه عنده الحق انه يختار مع من يعيش في حاله انه كاين فراق ما بين الزوج والزوجه حال الطلاق. ففي هذه الفتره هذه يختار القانون ويعني الشرع كذلك يعطي الحق انه يختار مع من يعيش. ف يعني الطفل يختار من اللي كيرتاح ليه يعني الشخص، ربما انه طباع تختلف من زوج زوجة من طبيعه الحال، ولكن وقدر الاب يتهلا في الابن ديالو اكثر من الام او الام تختار، ولكن غالبا الام كتهلا في الولد ديالها اكثر من يعني حاله شاده اللي ما كتهلاش فيه لظروف معينه او غير ذلك، وهنا يختار. فما بالك انه انسان كيكون كيتربى في واحد الفضاء معين وكيحس بواحد انه فعلا جدر ليه الاصل ديالو في هذيك العائله وكبر فيها ونشا فيها وتربى فيها وربما انه وصل لواحد المستوى معين دراسي الى غير ذلك، ربما توظف غير ذلك، فكيبقى ديما داك الارتباط القوي مع هذيك العائله، والعائله الثانيه راه هو الاصل ديالو هو هذاك، ولكن هذه العائله راه كافلها. وناخذ معنا رساله كتقول انا من اكتوبر 2014 راجلي رفع لي دعوه ديال الطلاق ودازوا ثلاثه الجلسات قدام القاضيه وثلاثه الجلسات ديال الصلح وهو ما حضر غير في جلسه واحده. واش يمكن نرفع دعوه النفقه؟ انا جالسه في دارنا وهو في اوروبا، نتمنى تساعدوني. طبيعة الحال في البداية إلى أنه حضر جلسة واحدة كتعتبر جميع الإجراءات راها قانونية، وبالتالي أنه في هذاك الطلب ديالها ديال في إطار شقاق اللي تقدمت بالدعوة أنها ممكن تقدم كذلك الطلب ديال النفقة في نفس الحكم، تصدر نفس الحكم حكم فيه التطليق ديالها للشقاق من زوجها، وكذلك الحكم لها بالنفقة إذا أثبت بأنه الفترة اللي كانت يعني إما خرجت من البيت أو أنها كانت معها في البيت أو غير ذلك حسب يعني الشروط اللي كنا نتكلم عليها، وتطلب النفقة ديالها من تاريخ إلى تاريخ، والمحكمة هي اللي غتحدد الفترة المستحقة لها عن النفقة. ناخذ معنا اللحظة مكالمة دائما عبر أرقام الهاتفية المفتوحة. معنا لالا خديجة من أيت ملول. مرحبا بك لالا خديجة. بارك الله فيك، كنشكركم على هذا البرنامج وكنشكركم بزاف. بارك الله فيك لالا. مرحبا. بارك الله فيك أخي. بغيت الله يجازيك بخير، بغيت نسول الأستاذ، أنا دابا راجلي واحد الشيء المهم كنت ما كنعرفو، ما مخطبني ما بقيتش معاه، ومي كنا ان شاء الله كنا غادي نتكاتبوا شي في رمضان، ونضر دار اكسيدون ضرب بوحدو ومي المهم دينا المهم الحسن الثاني المهم تكرفس بزاف، دينا المهم واحد الكلينيك، المهم دار عمليه مرس في دراعه ومرس صباع وثلاثه الخطرات، جات تريسات مقاربه مع بعضياتهم، الصباع ديالو الكبير بجا كيموت، كتب لينا الطبيب باش طلعوا مراكش، مشينا لمراكش ما كانش اللي دافينا، طلعنا للبيض الدار البيضاء، دينا تما كاين مشى لي صبعو الكبير وصبعو الصغير والمصاريف والفلوس والدواء باش درنا ليه التجميل في كلينيك دابا نذكروا الاسماء الله يخليك المهم في بورغون تما درنا ليه غير التجميل، درنا ليه بربعة المنيو وديك الفلوس ماشي زعما ماشي ديالنا، دابا العائله ديالك هي اللي تكفلات به، هي اللي ادات هاد المصاريف وهاد يعني الفلوس اللي باش خلصتوا عليه ياك. دابا داكشي اللي خدام معاه هو خالي، اييه هو اللي خلص عليه المستشفى ولا مع ديك اللي 12 مليون اللي هما مع الى جدي ولها بالدواء ديالها بالمصاريف من اكادير للدار البيضاء، خصنا كل شهر باش نرجعوا باش يشوفوا الطبيب ديالو باش يراقب ليه. ومن بعد شنو وقع من بعد؟ من بعد دابا بغينا دابا ندفعوا راس وسولنا واحد نيت داخل في هذا الشيء ديال راس وراس، قال لنا يقدر حقا تخرج ليكم عمره، يقدر تخرج ليكم خاويه، قال لنا مع دار اكسيدون ترافاي بوحدو محال. واش لا واش هذه حادثة شغل ولا حادثة في الطريق سير. العمومي حادثة سير واش في الطريق العمومي ولا دارها في داخل العمل ديالو؟ دارها في العمل ديالو. إذا دار إذا حادثة شغل هذه راه كيتم التصريح بالحادثة
وتتم دابا الان مباشره، راه قدر يكون يعني مباشره يعني الاتفاق مع شركه امين على اساس بانه يتم اقتراح تعويض معين. الا كان التعويض اللي غتقترحوا شركه امين، اسمح لي استاذ، بغيت نقول لك تفضلي خديجه، هو دابا خدام معاهم بلا حتى شي ورق بلا حتى شي حاجه. اذا ما مصرحينش به آه، ما ديريش يعني التامين عليه. ما داير لا اوراق لا والو، هما خدامين غير داكشي ديال المار، داكشي ديال البنان والمارشي. وراه عنده الحق لاله خديجه انه يدعي مباشره خالك، لانه كيشتغل معاه، دونك خالك هو اللي مسؤول، دونك خالك اللي غيدي ليه هاد المصاريف كلها، حيت ما دارش تامين. حيت علاش كنديروا التامين على الحوادث الشغل؟ في حاله لا قدر الله سبحانه وتعالى وقع واحد الحادث معين، شركه التامين المؤمنه كتسمى المؤمنه القانونيه، هي اللي كتأدي المصاريف كلها اللي ممكن انه يعني باش يتعالج هذاك السياد والتعويضات ديالو من بعد الى غير ذلك. فمن هذيك شركه التامين هي اللي كتأدي. ففي حاله انه عدم وقوع يعني او ما كاينش تامين، ما قامش به المشغل اللي هو الخال ديالك، للاسف راه من حقه هذا السيد هذا يدعي يعني الشركه ديال الخال ديالك باش تادي ليه يعني جميع المصاريف. انت قلتي بانه المصاريف راه ادى الخال ديالك، اذا هو راه تكفل به في كل شيء، دونك يعني كيبقى لي غير التعويضات ديالو. من حقه كذلك التعويضات ديال المصاريف فقط ديال التطبيب، ولكن التعويضات ديالو عن الضرر اللي مشى ليه صبعه ومشى ليه هذا، كاين نسب معينه اللي كتحدد، وكاين تعويضات اللي قدر تكون تعويضات يعني طيلة العمر. فبالتالي انه هذا صعب، هذا علاش انه القانون يعني ينص على انه اجباري من التزامات المتر يعني الملقاة على عاتق المشغل انه يقوم بتامين. وكذلك الاجير اللي بيدخل الشركه، اول ما بين الاشياء اللي كيسول عليها يعني الانخراط ديالو في صندوق الوطني للدراهم الشبكيه، كذلك رقم بوليصه بانه فعلا راه كاين واحد التامين على ذاك العمل اللي غادي يقوم به في حال تقدر الله سبحانه وتعالى وقع عليه حادثه، راه كاين التامين اللي غادي ممكن انه يقوم بتعويضه. ربما اليوم المؤسسات تأمن حتى على المتدربين، فما أدراك بالشخص اللي هو قانونيا فعلا متدرب، يعني متدرب حتى هو يجب تأمين يعني في حالة إذا ما صحيح. تعرض لشي فعلا مشكل حادث معين فعلا. نعم، شو ناخذ معنا المكالمة التالية. معنا لالة بشرى من فاس، مرحبا بك لالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا بزاف على هذا المجهود اللي كتقوموا به. مرحبا لالة، بفضلكم تفضلي. اختي أنا أم الأربع أبناء، الله يبارك، الله يحفظهم لك يا رب. اللهم آمين، بارك الله فيك. واختي وباهم غادي يخرج هذه السنين باش خرج من الدار. ست سنوات ياك؟ نعم سيدي، ست سنوات. ست سنوات اييه. المهم هو كينفق عليهم وكيعرفهم وفرض لهم السكنه، ولكن ديك الرعايه ما كايناش، العطف ما كاينش. واش بقى العلاقه الزوجيه قائمه ولا تفرقتوا؟ هو باش يتجرد من المسؤوليه الشرعيه تيقول لك مطلقه، ولكن في الوراق ما كاينش الطلاق في الوراق. لا يعني راه الان يعني لا يعتد باي طلاق شفوي، ضروري انه باش يكون طلاق قانوني ضروري خص دار المسطره. اذا ما دارش المسطره راك انت باقا في الذمه ديالو شرعا، قانونا، ما كنقولش شرعا قانونا. لحقاش دابا هو داير الطلاق يعني حيت هو داير الزواج مزوج بالزور، دار زواج ثاني بالزور، لحقاش المحكمه حكمت رفض الطلب نتاع التعدد. بشرى. نعم سيدي. حاولي ترتاحي شويه لانك كتنهجي ياك، باش 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 توصلينا المعلومات بشويه وغنجاوبك على خاطرنا، يعني غناخذ الوقت الكافي دابا غير باش نفهم. دابا هو يعني كان مزوج بك انت ورفضتي بانه يعاود يتزوج عليك. نعم. هو مشى دار مسطره ديال التعدد وزور فيها الاوراق، دار بانه غير متزوج بك ياك، والقاضي اعطاه فعلا الاذن بالتعدد، هو انه دار دعوه ديال او دار سميتو الطلب ديال 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 الزواج، وبالتالي ان القاضي المكلف بالزواج عطاه الاذن ومشى توثق الزواج ديالو ياك. دار الطلب ديال الدعوه نتاع التعدد ورفضات ليه؟ رفضات اييه، ومشى زواج بطريقه اخرى، عطى شي دار شي وثيقه اخرى اييه، دار بانه ما مزوج، جاب يعني شهاده بان عدم الزواج. هذه اللي غادي يديرها، ما كاينش حاجه اخرى، غادي يجيب شهاده بعدم الزواج. ومن طبيعه الحال لكل مواطن مغربي ومواطن مغربي لهم الحق انهم في الزواج، هذيك قاعده الاولى. التعدد اللي كيكون فيه يعني اشكال معين كاين شروط ديالو اللي خصو توفر في الشخص اللي باغي يعدد، هاد الشروط ربما انه كانت غير متوفره في الزوج ديالك،
فاحتال على القانون بين قوسين ودلا بوثيقة اللي هي غير الحقيقة، دلا بها هو يعاقب قانونا، دلا بها والآن راه يعني متزوج بوحدة يعني بسيدة أخرى. كملي على بوشرى. إيه تفضلي. دابا المهم حقا بالنسبة للدراري ما كيفتش فيهم، ما كيقلب فيهم حتى زعما حتى شي حاجة، يلا كينفق عليهم وداك الشيء وهذا و... يعني ما كيعرف لا اللي مرضى اللي صحاح ولا اللي خرج ولا اللي دخل. يعني المهم واخا زعما أن البنت الكبيرة كتقول له أنا براني تنحق بالنقص والو ما كي ما كيديهاش كاع فيها لأن كيتهرب منها. يعني حقا خلقنا بحال شي زنا في النفس ديالها. يوم حقا ما عرفتش يعني دابا شنو غادي ندير، واش نبقى على هاد الهيئة هكذا حتى يحكم الله خير الحاكمين، ولا ندير شي مسطرة معينة الله يجازيك بخير ولا ما رشدني. هو يعني لالا بشرى شرعا لا يجوز، لانه ولا تدرها كالمعلقه، يعني الله عز وجل يعني في حاله ان ما عندكش رغبه في سيده معينه هذا يعني كيبقى القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. فإلا ما عندوش رغبه فيك على الاقل يدير المسطره ديال 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 الطلاق، اما يطلب الاذن بتوثيق الطلاق يعني مباشره، او انه يدير بانه كاين شقاق، لكان شقاق بيناتكم يدير دعوه ديال التطليق عن طريق الشقاق. المهم انه خصو يلقى حل، لانه كما انك انا ما عنديش باش تسمع لي شي تعويض. لا عندك تعويض لالا بشرى، عندك تعويض، عندك تعويض، ولكن انا غنقول لك مسطره، ولكن رايي الشخصي نقول لكم من بعد. يعني عندك الحق انك الان تقدمي بشكايه ديال الزور باعتبار انه دار وثيقه الزور بها يعني الوضع ديالو الاجتماعي، انه قال بانه غير متزوج، وبالتالي حصل لانه هذا حصل لك ضرر، وبالتالي انه النيابه العامه غادي تتابعوا، لانه انت الشرط الوحيد هو انت اللي خصك تقدمي، حيت النيابه العامه ما يمكنش تتابعوا مباشره، ولكن بناء على الطلب ديال الزوجه، معناها انت اللي عندك الصفه القانونيه انك تقدمي بهذه الشكايه هذه، وملي تقدم للسيد وكيل الملك ويتم الإحالة المحكمة عندك الحق طالب التعويض عن هذا الضرر. هذه قانونيا كيعطيها لك القانون، ولكن الآثار والأبعاد ديالها الاجتماعية صعبة جدا، لأنه ربما الاعتقال ديالو سيؤثر على العلاقة ديالو بالأبناء ديالك، ربما يعثر لي حتى كذلك على العمل ديالو مستقبلا، وقد حتى ديك النفقة اللي كان كينفق عليك ربما أنها غتنقطع، لانه ربما لا كان عنده عمل حساس معين غيتم يعني الفصل ديالو عن العمل. كاينه مجموعه ديال التبعات اللي خصك تفكري فيها، واستخري الله عز وجل واش انت بغيتي تمشي في هذا المسار هذا. هذه من جهه. الجهه الثانيه انك الان انت يعني ممكن انك تطالبي بالنفقه ديالك على هذه المده هذه اللي ما كينفقش فيها عليك، لان انت كذلك خصو ينفق عليك انت كذلك، لانك انت الزوجه ديالو باقا في الذمه ديالو شرعا وقانونا خصو يدي لك النفقه. هذه من جهه. الحاجه الاخرى اللي ممكن انت تقوم بها، ممكن ديري شكايه ديال اهمال الاسره اللي كنا تكلمنا سابقا، وان كان الناس يعني من غير النفقه انه لا يقوم يعني مغادر البيت ديالو بدون اي عذر شرعي بين قوسين او قانوني، فكذلك ممكن تقدميها بالشكايه ديال اهمال الاسره. هي عندها تبعات يعني قانونيه واجتماعيه اللي ممكن ان تاثر على الوضع ديالو وعلى الوضع ديالكم، فانت غتشوفي اشنا هي يعني الطريقه اللي ممكن انك انك يعني تسلكيها باش توصلي للحق ديالك. لكن قبل ذلك انا انصحك الا بشرى انك تعيطي لي وقول لي انني راني استشرت مع محامي وقال لي راه انني من عندي الحق ندير بك شكايه لانك مشيتي زورتي، وعندي كذلك حق ندير بك شكايه ديال اهمال الاسره لانك انت مغادر البيت وما كتقابلش انت تنازلتي على الواجبات ديالك اللي انت يعني حددها لك القانون وحدد لك الشرع ما كتقومش بها، وانا زوجه معلقه الان، انا عندي الحق في المساكنه الشرعيه لانني زوجه كان خصني ما تزوج الا لاعف، يعني كنت انا عندي زوج ديالي يكون معايا في البيت ديالي نشوفه الى غير ذلك، على الاقل الى وافقتي على الوضع الجديد وما بغيتيش تقومي بالاجراءات القانونيه ديالك، على الاقل انه يعدل بينكما، بينك انت وبين هذه السيده الجديده اللي ربما تكون بحسن نيه تزوجات به، لا نظلمها، ولكن على الاقل يكون عدل بينكم. ربما يقدر يخبيها عليها بان راه متزوج، الله اعلم، لانه بزاف الاشياء كتوقع، فعلى الاقل يعدل بينكم يعني في المعاشره، في الاشراف، في مجموعه من الاشياء، على الاقل تنزلي معاه لواحد المستوى معين، ما تبقيش تخلي الباب مفتوح. يعني حاولي ما غاديش استدعيك او استعداء يعني نحرشك بين قوسين باللغه نحرشك على الزوج ديالك، ولكن كوني قويه في هذا الاطار هذا، كوني قويه يعني واجهه الموقف باش تحط نقط على الحروف، هذا هو المصطلح اللي بغيت نقلب عليه لسكينه. فالان خصك يعني تكوني، لان عندك وليدات خصك تحافظي عليهم وخصهم انه يعيشوا واحد، ربما عطيتي المثال ديال البنت ديالك لانها محتاجه للاب ديالها، البنت راه مهما يصل سنها معين دائما كتبقى محتاجه للاب ديالها في اطار يعني العطف اللي كيعطيه الاب ماشي هو اللي كتعطيه، والسند كذلك تحس بان عندها اب وغير ذلك. فهاد الامور انت دابا الان اللي
خصك تحسي بهذا الذنب هذا اللي ربما انه نعتبره ذنب ارتكبه وترجعيه على الخطا اللي وقع فيه. فقدر الله عز وجل وقع اللي وقع، ربما يقدر يكون عنده حتى اولاد من الزوجه الاخرى، فهذا واقع ما نقدروش نتجاوزوه. القانون تيكون صارم لانه يفصل في اشياء معينه، ولكن على الاقل نراعي الاثار ديال القانون كتكون قويه جدا. فهاد الامور هذه كلها نعطيتها لك انت تختارين يعني اي طريق تسلكين، ما نقدرش نقول لك هاد الطريق تمشي فيه ولا هاد الطريق، انت غتعرفي الوضع ديالك واني يعني الاثار اللي ممكن انك تتوقعها من بعد انها تحصل. وحنا مازال بغيت رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. احنا مازال مواصلين معك أستاذ سعيد، دائما استقبل المكالمات الأوفية على 05 22 46 52 51 52. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا أوفينا الكرام عبر الاسماس، كتبتكم حل خليه فراغ وصفتوا السؤال ديالكم 50-80 تمن الرسالة السادية لدراما احتساب الرسوم. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. نمشيو ناخذ معنا اللحظة مكالمة معنا لالة فاطمة من ورزازات. مرحبا بك لالة فاطمة. نعم مرحبا لالة، تفضلي. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. على البرنامج كنشكرك. لالة اختك لالة مرحبا. كنت نتكلم مع أستاذ. طبيعة الحال تفضلي. مرحبا لالة كنسمعوك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا عندي مشكلة مع الزوج ديالي، رفع عليه دعوة ديال الطلاق. نعم. وبغيت نعرف واش حقات واخا أنا اللي رفعت الدعوة ولا لا. ما سمعتش قلتي واخا رفعتي الدعوة شنو؟ ما سمعتش شنو عندي رفعتي الدعوة على الزوج ديالك. ها قلتي واش عندي حق في المستحقات ديالي أو لا، غير حيت أنا اللي رفعت الدعوة ما زعما ما غيكون في والو. لالة فاطمة، هو أني للأسف أنه كان واحد تراجع، ربما أنه البعض كان نعتبره زلزال بين قوسين في واحد الوقت، لأنه كان واحد الوقت المحاكم خاصة يعني المحاكم الأسرة كانت تحكم بتعويض والمتعة للزوجة، لكن أنه تم هذا التراجع على هذه المتعة هذه باعتبار أنه إذا تقدمت الزوجة بدعوة الطلاق أو تطليق الشقاق أنها تحرم بصفة آلية أوتوماتيكمون على هذه المتعة هذه، ولكن يحكم لها بمستحقات ديالها إذا كان مثلا مؤخر الصداق، كذلك العدة ديالها ديال 3 شهور، وكذلك السكنة ديال 3 شهور، وكذلك النفقة ديالها خلال هذه المدة، وكذلك إذا كانت تقدمت بدعوة ديال النفقة مصاحبة لهذه الدعوة هذه الفترة اللي تم الخروج ديالها من بيت الزوجية أو الإمساك الزوج ديالها على الإنفاق. فهذه المستحقات كلها قانونا بطبيعة الحال من حقها، لكن كتبقى المتعة هي التي لا يحكم بها القاضي، ولكن إذا تاب الضرر أنه ممكن تقدم دعوة من أجل يعني التعويض عن الضرر، ربما يعني كان يعني الزوج ديالها هو اللي دفعها للتطليق، لأنه بعض المرات أنه تكون الزوجة في حالة وقوع يعني نوع من العنف داخل البيت أو الاضطرار لتقديم الدعوة ديال الشقاق، كيكون الزوج يدفعها باش أنها يعني تطلق، وبالتالي أنه باش هو ما يأديش الواجبات ديال أو المستحق قتلها. هنا للأسف كاين نوع من الشونطاج بين قوسين للأسف اللي تيوقع، ولكن كتكون مضطرة. فهنا حتى إلى تبتات بأنه الزوج ديالها هو المتعسف وماشي هي يعني كانت مضطرة أن تقدم، كذلك ممكن تقدم تعويض عن التسبب في الشقاق اللي حصل وأدى إلى يعني طلب الطلاق. فالمستحقات كلها كتاخذيها، فقط المتعلم خصك تبتي بأنه فعلا كاين ضرر وقع باش المحكمة تتم يعني تعويضك عن الطلاق، خاصة وأن هي اللي رفعت الدعوة. مي كترفع المرأة الدعوة كتسقط المتعة إلا تبتات تعسف معين. فعلا هذا هو اللي كاين. فهنا ممكن أن تتقدم بدعوة ديال التعويض من طبيعة الحال من بعد. نعم. احنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال غادي نواصلوا في استقبال مكالماتكم طبيعه الحال والاسئله ديالكم. فمرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيانا الكرام وبكل مستمعينا. وغادي نمشيو ناخذوا معنا اللحظه طبيعه الحال بقيه اسئلتكم ومكالماتكم عبر طرق التواصل بنا اللي كطلبوا دائما انا نذكركم بها 05 22 46 52 51 52، أو عبر الاسماس كتبتكم حل خليه فراغ وصفتوا السؤال ديالكم 50-80 تمن الرسالة السادية لدراما احتساب الرسوم. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا السيدريس مسطات
مرحبا بك سيدي. السلام عليكم لاله، كي دايره؟ بخير، لاباس عليك؟ الله يطول عمرك سيدي، مرحبا. الله يجازيك بخير لاله. لا جات على خاطرك السيد ريس، نقص الراديو الله يخليك وبقى معنا في التليفون. انا بعت منه. مرحبا، تفضل. لاله الله يخليك، بغيت غير ندوي مع الدكتور اذا كان ممكن. طبيعة الحال، تفضل. السلام عليكم، شكرا للدكتور ديالنا على هذا البرنامج الشيق. وطبعا الحال اللي هو برنامج اجتماعي تبارك الله، يعني تتواصلوا مع مجموعه من الاسر اللي تتوجدوا من خلال هذا البرنامج، مجموعه من الحلول. انتم حسب يعني المداخله ديالكم انكم يعني تتوجدوا حلول اكثر ما كتوجدوا، يعني تبارك الله عليكم. اللي بغيت السؤال اللي بغيت نطرح على دكتور، في مدينه شطاط، وانتم تعرفوا مدينه شطاط يعني مدينه بطبيعه الحال عندها تقاليد ديالها واعراف ديالها الى غير ذلك. نعم. واحد المشكل كان وقع تقريبا هذه تقريبا شي شهرين، فصل 49 من المدونه، وكان خلق واحد البلبله في مدينه شطاط. نعم. حيث ان واحد المجموعه ديال الاسر ذاك الوثيقه اللي كتكون مع الزواج، مع الزواج ديال الزواج، كانت وقعت واحد كانت يعني تناقشات على مستوى الكليه ديال شطاط. نعم. وخلقت واحد البلبله في الاوساط ديال مدينه شطاط، على اساس انه واحد المجموعه ديال العيالات اللي تتفائلوا على هذه الورقه، شنو يعني شنو الدور ديالو. هذا انا يعني ربما السؤال ديالي يكون خارج شويه على الموضوع. لا مرحبا، ولكن كنظن انه حب بدلوا انه الاذاعه ديال ميد راديو اللي كنحبوها. نعم. انه نتوما تحاولوا انكم واحد الحلقه من الحلقات انها تكون يعني يتمرر الخطاب شرح هذا الفصل 49 بطريقه سلسه، لانه خلق مشكل صراحه. نعم. واحد المجموعه ديال الناس ما فاهمينوش. دونك هي وثيقه يعني حول الذمه الماليه ديال الرجل وديال المراه. نعم. وانه خلق واحد المشكل، حبذا لو انه يكون يتشرح بطريقه سلسه ويوصل الناس على اساس انه هذه الوثيقه راه ماشي يعني هي كتحافظ على يعني الذمه الماليه ديال الاستقلال ديال الذمه الماليه ديال الرجل للمراه. حبذا لو انه تكون يعني بطريقه سلسه. مرحبا سيدي، بكل فرح ونخصوا ان شاء الله حلقه باش نتكلموا عليها. سيدي ريس تبارك الله عليك، مشكور بطبيعه الحال. وربما عنده الحق بلي بزاف الناس اصبحوا كيستعملوها ورقه رابحه، يعني كاين من الناس اللي فاهمه مفهوم خاطئ، هو انه صافي ملي كيكتبوا ديك الكونطرا راه عرفتي شنو، راه زعما دير هكا ولا هكا، راه النص ما فيه لا انه ولا حتى. وكاين عاوتاني اللي كيقول لك لا الزواج من الاول، غدا تقول لي كتب لي النص وما كذا، وهذه اذا هذه ما مزوجاش على اساس انه نبقاو مستمرين، وانما يعني بزاف ديال الهضره اللي كثرت على هذه الوثيقه. بالفعل هو قبل ما تكون يعني الفصل 49 اللي جا في المدونه كان ما يسمى في الاعراف، وتكلم الاعراف انا من سطات باش نذكروا بانني نيسر نسطاتي بين قوسين من ولد عمك، انه كان قبل واحد العرف اللي كان خاصة عند يعني بعض المناطق الجبلية بين قوسين، كان ما يسمى بالكد والسعاية. كانت الزوجة أنها ملي كتجي البيت الزوجية كانت كتجي معها يعني مجموعة من الأشياء، إما كتجيب بين قوسين حيوانات معينة مثلا خرفان أو يعني ماعز أو مثلا أشياء معينة يعني لها قيمة، وكتبحال نوع من يعني من المساهمة في البيت الزوجية. وكذلك أنها يتم يعني ضمنيا اقتسام الأدوار، أن الزوج يقوم بالعمل خارج البيت وهي تقوم بالعمل داخل البيت، فهذا نوع من تقسيم ديال الأدوار. ففي حالة أنه كتنمى واحد ثروة معينة، في حالة الفراق يتم اقتسام باعتبار أن عندها الحق الكد والسعاية، داك الشيء كتقوم به داخل البيت. هذا على غرار يعني الفصل 49، وكيبقى خيار لأنه العدل الذي سيوثق الزواج أنه كيقرأ هذا الفصل على الزوجين وكيعطيهم الخيار إذا بغى أنهم يرفقونه بهذه الوثيقة على أساس بأنه سيكون اتحاد الذمة المالية، باعتبار أنه كل ما سيكتسب خلال فترة الزواج في حالة الفراق يتم يعني توزيع الثروة التي يعني تم اكتسابها خلال هذه الفترة ديال الزواج. في حالة أنه ما تم اتفاق، القاضي بعد ما كيوقع فراق لا قدر الله سبحانه وتعالى يحكم بما أدت هذه الزوجة، وربما كنا جبنا الاجتهاد القضائي اللي كان ديال محكمة النقد ومشكورة عليه جدا، لأنه كان ثورة كبيرة جدا وكان واحد جرأة كبيرة من محكمة النقد أنها اعتبرت بأن الزوجة، ودائما كنذكر بهذا القرار لأنه عجبني كثيرا ودرسته مرارا، أنه أعطى للزوجة الحق أنها تأخذ نصف ديال العقار، وخمام هي ماشي في السجل العقاري، ماشي في المحافظة العقارية، غير مسجل الاسم ديالها، ولكن تبتات بأنه ساهمت. فهنا لو كان هذاك الفصل خصو يكون في بعض الأحيان، مثلا أنا
تزوج بزوجة معينة، كانت في إطار معين في شركة أو في مثلا في وظيفة حرة معينة أو غير ذلك، أو لها يعني أموال معينة غير ذلك، فمن اللي كتجلس هي مثلا أو أن تساهم مثلا في البيت ديال الزوجية بالجلوس ديالها في البيت وتساهم بتربية الأطفال، هذا نوع من الثروة اللي حقتها هذه الزوجة هذه، باعتبار تنازلت واحد الحق ديالها مقابل يعني تهيئ يعني البيت الزوجية بين قوسين، وتهيئ كذلك الظروف ديال الشغال ديال الزوج. نعم، فهي نوع من الخدمة تقدمها الزوجة، فلما لا أنني نقسم معها بين قوسين. ربما أنه كان أحد المستمعين اللي كان وهذا مشكور، مع العلم أنا سيدريت غنقول لي غنرجع بالتفصيل لهذا الفصل 49 دابا غير إشارات، كان زوجة نفهموا شنو هو بعدا نفصلوا فيه. السيد اللي كان تقدم قال أنا بغيت الزوجة ديالي نوهب ليها نصف العقار، باعتبار أنني وكان قالها بواحد الطريقة اللي أطرات فينا جميع، باعتبار أنه كان بغي يدير لها مفاجأة نعطيها النصف العقار، رغم أنها ما في علمها ما جابت معها حتى شي حاجة ما والو، ولكن قالت الخدمة اللي سدات ليا بربت لي وليداتي مهلية فيا يعني غادي بغيت نعطيها النصف ديال الثروة ديالي، علاش ما نعطيهاش ليها؟ هذا نوع من الجميل ديال ملي كتكون علاقة في واحد المستوى معين بين الزوج والزوجة، كتعطي واحد الانطباع بهذا الشكل، اعتراف معين كيكون هذاك الاعتراف يضاعف الحب، ماشي يضاعف حب، يعمق الحب، لأنه ملي كيكون الحقاني وبصراحة سي سعيد نوجه تحية للزوجة ديالك، يلا دابا شكرتيها كنتي برا كنقول نوجه لها تحية. سي سعيد جاي قال لك تعيان المدام الله يخليها الله يخليها ليا وجدات ليا الليمون وجدات كنوجه لها تحية. فقلت بأنه يعني ملي تقسم معايا كسي سعيد مرحبا. فقلت بانه ملي كتكون هذا الاعتراف بسميتو انه يعني يماسك او يعني يعطي واحد نوع من التماسك ديال الاسره. فبطبيعه الحال كيبقى الخيار، يعني الا كان مثلا السيد اللي غيتزوج له امكانيات ماديه كبيره جدا وبالتالي ما يقدرش انه يعني ينمى واحد الثروه قبل ما يتزوج، فهذا يعني من حقه، ولكن كل الأشياء اللي غتنمى بعد الزواج أنه كيكون لين الزوجتين نصيب فيها برضا بطبيعة الحال الزوج. ربما أنه كان مؤخرا سمعنا أغلى طلاق في العالم مع وقع، لأنه كان يعني رجل أعمال كبير جدا في دولة معينة، أنه طلق الزوجة دياله فأخذت نصف الثروة دياله اللي تقدر بالملايير الملايير، ولكن حيث القانون في هذه الدولة المعينة أنا مقولة سويسرا أنها كانت تنص على أنه في حالة يعني وقوع طلاق، فبالتالي أنه ضروري من قسم الثروة بين الطرفين. وإحنا مازال مستمرين معك بطبيعة الحال أستاذ سعيد النووي، غنمشي نتوقفوا اللحظة في المؤذن ينادي صلاة العصر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب، ونعود بعد ذلك لنواصل. رجعنا لكم مستمعينا الكرام من جديد وبرنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. غادي نمشيو بعجالة لآخر اتصال في الانتظار معنا لزين من الدار البيضاء. مرحبا بك لزين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليك، بغيت واحد الاستشارة من عند الأستاذ. تفضلي لاله زينب، إلا كان ممكن السؤال ديالك باش نقدروا نجاوبك بسرعة. واخا تفضلي. عافاك أستاذ، نكت كارية واحد المحل ديالي مشاركة أنا وراجلي. نعم. الواحد سيد. نعم. دابا مؤخرا هذه 6 شهور. نعم. دابا مؤخرا اتصل بينا وقال لنا بغى يبدل معنا العقد ديال الكرا. علاش؟ عوض عقد كراء السكن بغى يديروا عقد كراء مكتب. وانتوما شنو كتقولوا؟ انا بغيت نسولك شنو ندير، واش لا انت لا كيبقى لك انتوما الحريه، لانه الا كان المكتب بغى يستغلوا مثلا في واحد المهنه حره، راه عندهم الحق انه يبيع من بعد المكتب، ماشي غيبيع لك المكتب الحيوط، ولكن غيبيع